السلام عليكم، رجعت معكم فيديو جديد. طبعا بعد ما خلصنا من مراجعة هذه القطعة، اللي ما شاف الفيديو هذا يشوف الوصف تحت. نجي معاكم لهذا المايك. طبعا الفرق بين هذا المايك والمايك اللي قبل، المايك اللي قبل تقدر تخليه على المكتب وفي قاعدة وكل شيء ككاس عادي، لكن هذا ما تقدر تطلع فيه برا. خلي افتحه معاكم الحين. هو نفس الشركة اللي راحت، فراح نستخدم نفس البرنامج. البرنامج ينزل في الاندرويد وفي الاي او اس. افتح معاكم القطعة نشوف. نرجع لها شوي نشوف الاشياء اللي داخل هنا. كبداية يقول لك انك تنزل البرنامج وكل شيء، راح نرجع لها الاشياء دي. هذه القاعدة تكون موجودة عشان تشحن المايك نفسه. هذا الشاحن للقطعة، الأشياء الثانية ستارت جايد والأشياء الثانية العادية. الفرق بين هذه القطعة والقطعة الثانية، طبعا ما قلت لكم ذي ماج وذاك كاس عادي، ذا تقدر تلعبه فيه برا، ذاك تقدر تلعبه فيه برا بس أتوقع مصمم للبيت يعني المكتب الأشياء ذي. الفرق إن الثاني ذاك ما في كنترول من نفسه، لازم تفتح البرنامج وتعدل على درجة الحرارة اللي تبيها أنت، لكن هذا لا، تقدر تستخدمه بدون البرنامج، تقدر تستخدم البرنامج برضو. نشبك معكم القطعة. بلاستيك القطعة هنا مثل ما تشوفون داخل شلون قطعة عادية. البداية يقول لك حمل البرنامج، وأنا أوريدي محمل البرنامج، فراح أفتح البرنامج نفسه. الحين مثل ما تشوفون هنا لو بنحط القطعة راح تشتغل عندكم هنا من تحت. إيه تشوفون هنا قاعد يشحن. الحين راح نشبك المج هذا مع البرنامج، نلمس المكان هذا لمدة 6 ثواني. أوكي كتب لي تحت إنه فاضي القطعة داخل ما فيها كافي، إلى الآن ما طلع عندي في البرنامج. نمسها مرة ثانية. أو كتب لي أوف الحين. أوكي كده تطفيها. هيلو، هذا رجعت مرة ثانية الحين. أوكي حصل القطعة. هنا لو بتسمي القطعة لك، لا بسميه ماك مثلا. طيب كذا شبكت في البرنامج. الحين على القطعتين، القطعة القديمة الفيديو اللي قبل على هذه. كذا الحين اوريدي اقدر احول بينهم من هذه الطريقة. ولو بحولها مثلا سلسياس في صوت لها برضو، لكن البتري حقها صفر فلازم اخليها تشحن شوي. ابى اشوف لو لها ابديتس او شيء. لا اللي كاتب لي هنا انها على اخر تحديث، لازم الحين اخليها شوي تشحن وبعدين ارجع لكم. بعد ما سمينا القطعه راح نضغط هنا، بتشوفون هنا راح ينكتب لك اسمك اللي كتبته. مثلا انا سميت احمد سماك، راح تطلع لي هنا. الاختصارات اللي موجوده، لو تلمس هنا 3 ثواني راح تطفي كذا، يعتبر طفت. ولو تلمس مرة ثانية 3 ثواني راح تشتغل. ولو صرت تبي تشوف التمبرتشر كم الحرارة، تلمس لمسة واحدة راح تطلع لك الحرارة هنا واسم المجز، يعني لو تضغط مرتين راح يطلع لي اسمي. بس هذه الأشياء. ولو تبي تشبك عليها بجهاز ثاني تضغط 6 ثواني لين تسوي بريبير وتشبك عليها بجوال. الأشياء الثانية نفس الكاس اللي في الفيديو اللي قبل. الأشياء من تحت هنا ترتب لك درجة حرارة الأشياء اللي تبي تصب فيها أنت. الفرق الوحيد اللي فيها ان الكاس كان اي حركه تسويها لو انك تبي تعدل درجه الحراره او شيء لازم تستخدم البرنامج، اما بالكوب ده ما يحتاج، تقدر تستخدم الحركه هذه من تحت، تحط درجه الحراره اللي تبغيها انت بالدوران هنا، تخليها مثلا درجه حراره عاليه ترجعها. على الكلام اللي مكتوب هنا يفضل انك لو جيت تستخدم الكوب بتشرب تطفي وتشرب علشان تحافظ على البطري، وقت ما انك تحس انه برد تشغله مرة ثانية وتحط درجة الحرارة توصل على الشيء المعين، وقت ما تشرب مرة ثانية ترجع تطفيه كذا تحافظ على البطارية. راح يشتغل معك من ساعة ونص إلى ساعتين على حسب درجة الحرارة اللي تحطها. وهنا لو جيت بتشرب تضغطها ضغطة كذا نزل لك في جميع الجهات، تشرب من أي جهة منه. وبس أتمنى عجبكم الشرح. أحبيت أن أضيف شيء برضو، أن مثل ما تكلمت أن القطعة هذا تقدر تستخدمها بدون جوال عشان ترفع درجة الحرارة وتنزلها، أو تستخدمها بالجوال ترفع درجة الحرارة وتنزلها بالجوال، أو إنك تستخدمها بالساعة. الأب نفسه اللي ينزل في الآيفون ينزل في ساعة أبل واتش مثل ما تشوفون هنا.
ان شاء الله الفيديو عجبكم، مثل نهايه الفلوق لا تنسوا الاشتراك بالقناة ونشر المقطع، اعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، واذا عجبكم الفيديو نشروه وانتظروا الفيديوهات الثانيه، والسلام عليكم.